الجمعة 29 نوفمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجموا تتابعونا وينما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9، تشاهدونا ايضا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينغ. بداية توت سويت تلقاوها على القناة نتاعنا في يوتيوب سانغون، كيف كيف تنجموا تتابعونا ايضا على موقعنا على الانترنت، وتخليوا تعليقاتكم وتشاركونا في السونداج اللي موجود وبدأ حاليا في اللايف ستريمينغ متعلق بمقابلة القمة والدربي في الجولة القادمة بالبطولة، مقابلة الملعب التونسي والنادي الافريقي تبقى رئيسي في الجولة متاع القادمة للبطولة. شكون باش يفوز بالمقابلة هذه، النادي الافريقي الملعب التونسي او التعادل؟ تنجموا تصوتوا وتخليوا توقعاتكم بالنسبة للمقابلة هذه. برشا مواضيع في الحصة نتاعنا اليوم، اكيد باش نحكيو على البطولة وايضا على الاجتماع اللي صار البارح في الجامعة التونسية لكرة القدم بين الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك النوادي. مواضيع كبيرة باش نحكيو فيها مع ضيوفنا اليوم. كمال بن خليل مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين وبالضيوف. اليوم تشكيلة الأساسية ما الضيوف ولا الدار يعني معنا. قلت لك اليوم بعد استدركت، أنا قلت لك اليوم تشكيلة الأساسية موجودة. أي كويس سيسن على كل الميكرو بقيادة بقيادة الجناح الطائر مروان تيش. وين طائر؟ مروان استوريات. مدام سميت تيش، مرحبا مروان تيش. أهلا بيك إسلام، مرحبا بالأخيان بالكاسكات الغالية كالعادة اليوم. ليه ملايين هذيك؟ ليه مرتحين تو على الشهر خايفين عليه إسلام. علاش عامل كيراتين ولا حاجة؟ ليه هكاك تم بعض يا أخي زارع تحسوا فما حاجة. سامحني الكاسكات 3 ملايين. 3 ملايين هذيك. أما والله يا خويا توحشني إسلام ولا ساعة. ديما خويا مخلي بلاصتك أنت. والله نهارين هذوما أسعد أيامي تتعدي. علاش؟ كنت راه محبه العباد يا اسلام، يسيرتو العباد تشكر فيك على الميسيون وعلى الثقه اللي عطيناها لك العباد. العباد تبع فيك من فرنسا. والله يا لا احمد هذا لا لا والله هذا يتسمى. شوف نهارين هذوما غبت على الاسلام. كنت راه العباد اللي قداش غبت عندك نهارين 3 ايام. والله يا اسلام كنت راه محبه العباد يقول لك قديك صادق فقدوك. صادق لا لا سيرتو في معناتها في الميسيون تاعك. تو انت تحكي علينا، يقولوا لك صادق. انت تحكي علينا ولا تحكي علينا؟ من جمهور الترجي قال لك انت صادق. لا لا 3 ايام اللي فاتوا فما عباد تحب تمسخني سمعتي. فئه معينه من الناس. لا حتى جمهور اسمع. دخلتوا في الصحن تو رحب بيك احمد الصادق. هذا حب اختار دبوس وتفضل كمل. اي فوالا لا لا نحكي لك على الصدق اللي في برنامجك وعلى معناتها العباد راهي اسمع. تشوف الصدق والعباد اللي رحبوا بيك من جيتي. والله يا اسلام يا اسلام يا اسلام واحد قاعد يرقد ضميره مرتاح حتى قدام ربي وحرام علينا نحن ديما نقعدوا في نطاق الاحترام. تحب تقول حاجه ما نحبش تحب تقول حاجه جوز فما عباد تحب تمسخ لي سمعتي تسمع فيا واللي انت تعرفوني ديما راني حقاني وما عنديش نحن كل حكايات زاده وديما نقعدوا في نطاق الاحترام. انت تتحامل على الترجي هذا التونسي؟ لا حتى في فما فئه من الجماهير كل حكايه تدخل فيها الترجي هذا التونسي. هذه مشكلتك يا مروان. اسمعني احنا ديما في نطاق الاحترام وديما نقعدوا نعاودها. راي عائلتي كلها مكشخه باش يبداو في بيركم. رانا ديما الترجي تقعد جمعيه كبيره وديما في نطاق الاحترام فما راي ندخلوا فيه اما ما ندخلوش خويا عزيز في الفتنه. ما يقول لك مروان يعمل في البوس انطلاقا من انه معناته كل حاجه داخل فيها البوس. عندي عميم مش نقول لك من ممبري الخاص هاك مش نبدا في بالك يا اسلام. مره جاي واحد باش يجاوبني باش يركب على الحدث باش يزيد يتشهر راني من توا قدام العباد الكل ما عادش باش نجاوب نخش حتى حد خاطر العباد وليت تحب تجبد مروان باش تركب على الحدث باش تعرف. اما نحن الوقت شكون تقصد امور الناس الكل انا من ممبري الخاص اللي باش يجبدني ما عادش باش نجاوب حتى حد خاطر اليوم اللي يحب يتعرف ويتشهر او يجبد مروان تيش وما يشرمي ورود ولا تحكي على مدرب سليمان امورهم الناس الكل. المدرب سليمان مشهور مش في حاجه اللي كنت باش يتشهر على حسابك فيا لوقت الفتنه. وكان جيت نعمل في الفتنه ما نكون مش في ميسيون كيما ذايا بتاع اسلام ونحن ديما نقعدوا في نطاق الروح الرياضيه. راي تراجي تقعد جمعيه كبيره سواء النادي الافريقي سواء النجم الساحلي واحنا اليوم وعقلاني حتى حد ما يهاجم واحنا موضوعي وعقلاني وحايد ونحن اليوم ما تصفيش حسابي. احنا اليوم اجا كلمك فما عبيد راهو اجا كلمك يا احمد فما عبيد راهي قاعده تعمل لي في حاجات يحبوا يخرجوني من الميديا وبقدره ربي ما دامني مع اسلام ونظيف ومتربي ولد عائله وعائلتي ما تسمحليش باش ندخلوا نحن ما تحترموش. عندك ضغوط انت للتخلص من مروان بيان سور فما صارت ضغوط صارت غويا ضغوط نحتفظ بالايجاب ونحتفظ بالايجاب فما مستشارين ولا حاجه يضغطوا على اسلام قدرة ربي ما دامي اسلام حقاني ولا نهار يدبر عليك شنو تقول وما تقولش اليوم عاد تمدح في اسلام انت مادح نفسه يقول لك سلام سليم جينا باش لا لا ندخلوا في المواضيع سايب علينا فما عباد انت في الصحاب راك سايب علينا هاي نكور فما عباد يا سيدي
كمال تحب تمسخ لي سمعتي يا ودي ما يمسخ لك حد سمعتك باش يغلبوك ما يقولكش راهو عندك زوز محامين خويا وقت تحب تشكي انا بحذاك صايب عليك لا اسمع دونك من جبدوش الجمعيات ولا اشخاص بالخايب دونك نحلوا ديما صديقي لا تجبد اعراض ولا تجبد شرف وتوكل على ربي مروان ما تتحملش قال لك سليم في الاخراج عندي ما نقول لك ولا ميس بوميكس لا ما مسلم زيد اسمعني اليوم انت كي نخدم معاك انا قداش نخدموا مع بعضنا اسمعني انا صايب علينا خلينا ندخلوا فما عباد تحب تمسخ لي صوتي خاطرني حقاني وراجل وانت تعرف ذاكر الويت يسلم عليك تو يسمع فينا ذاكر الويت يسلم عليك قال لكم تقولوا تشكيله اساسيه جبينا نحن معناتها بناكا لا لا يا ذاكر راك انت ذاكر من الاساسيين من عرس البرنامج سواء في الاستوديو ولا برا الاستوديو هو يعرف تليفونات نقعدوا سي كمان نحن اخي ما عنديش اصحابي في الكوره ما عنديش اصحابي دخلنا رجال ذاكر يسلم عليك سلم عليه برشا ما يتبقى سلم عليه انت يا سلم عليه سلم عليه ذاكر صاحب ما يتبقى يا سلام وين اي الولاد اي نخرج وين اليوم مش يسكنش كمان واحد ما خليتنيش ناخذ راحتي انت وقت الوقت كي دخلت خليني ميسيرش تو ما جات فرصه ما اليوم عيطت ميسيرش ما فما حتى مش اليوم راه عندي مدربين اصحابي وعندي ملاعبيه اصحابي كان كل واحد خويا تو نقعدوا نحن خاطر اصحاب كل واحد يخدم على روحه تو ما عادش نجيو الناس الكل تولي انشيلوتي وتولي مورينو وما عادش نتكلموا نحن خويا خذوا انتم التدريب وتصرفوا واعملوا كيما تحبوا ونحن كي نراو العجوات تو ما نتكلموش حاسين قوس هذا باش نغلقوه المره الجايه واحد باش يجاوبني ما عادش نجاوب قلبه معبي ما لا مروان غزولي هو راهو العباد اللي ما تعرفوش عندهم الحق راهو باش يسب ولا كذا انا قلت مروان ونقولها له في اللوف قل له راه ما تلومش مادام ربي ناب عليك بميكرو باش نجم تحكي وتونس كامله تصمت فيك راه ما تلومش عبد ورا الميكرو يحب يسب مش كما خاطر من كل هذيك الواحد لكن تو مروان عمل مغالطه قال لك انا نرق ضميري مرتاح هو تطلبوا ماضي ساعتين يا زلمه ماضي ثلاثه نتاع الصباح يا زلمه ماني مش قاعد يرقد نحكي كي نرقد من بعد اربعه نتاع الصباح مروان يبدو لي حس في نفسه التدخل نتاع سهيب مدرب سليمان وهو التدخل نتاع المدرب سليمان ما قالش حاجه قال الفتنه هو راه هو احمد حس في نفسه انه انا قلت له خان طيحه ونسكر الموضوع اكثر ما صحيح خاطر ما عبرش على المقصود ماني حبيت نحترم سليم ما خلانيش ناخذ راحتي وذاكر الواتي حس في نفسه انكم 10 دقائق وباقي في نفسه قال لك اسكت لنجي نقص لك الميكرو وغزولي تعرف ربي موضوع مستقبل سليمان نقص لك انت الميكرو والله صح لي والله معناها يخرج النادي الافريقي تربحوا في رادس ها صح عليه ويخرج هذا يا مدرب سليمان ولا ولا كي يخسر مع النادي الافريقي في رادس يخرج يعمل تصريح كما قال تصريح عادي لا انا تعرف المثال في تونس انا نقول له حاجه بارك ان شاء الله ديما الكلوب تاعك يكرم مع ويخرج صراحه بتوني بعد ما يحكي على الامور الفنيه توسكي خارج اربيتراج غازون اللي تصور في مخك ما يحكيش عليه قول له السيد سهيب كيما وانا مع مروان نورمالمون يعامل مع مروان هذا اكيد هو علاش خرج ديما حاجه بركه باش سكروا الدوسي كيما قال له واحد من الهيئه المديره للنادي الافريقي انا سالته قلت له ما تجاوبوهش قال لك ان شاء الله ديما نربحوه اربعه وخلي يصرح قد ما يحب ربي لازم نبداو ودارجين تو فما حاجه بركه ان شاء الله نتمنى الشفاء العاجل خويا احمد الصالحي وان شاء الله يكون مش معدي على لا انا عامل فيلر هو عامل الكرياتين انا عامل فيلر لا سلام بالله خلينا ندافع زاد على المدرب مش موجود معنا خاطر فيه محامين شو ما دافعش تسريح مش ندافع لا كل واحد مش ندافع لا مش ندافع خلي يتكلم لا وجهه نظر مش نقعد ونحكي خليني نعطي وجهه النظر هو التصريح معناتها تم اخراجه من السياق وهو ما كانش انه القصد نتاعو انا بدي احكي من قيمه انتصار النادي الافريقي نفس الكلام قاله لي قال لي القصد اللي كولا شاد الديفي دخل ما قصدوش لو كلمه حد بالزهر هو يقصد الريسيت والتوفيق ما يجيش ديفي لم يقع اخراجه من سياق السيد هذا تعمد انه يقزم انتصار النادي الافريقي الكوره من اللي تخلقت لليوم هي اخطاء صحيح البونتوات الكل نتيجه اخطاء كان ما يخطئوش المدافعين الفريق المنافس ما دونك اللغه هذيا بالزهر وكذا هو يقزم في انتصار نادي الافريقي النادي الافريقي باش تقعد تنتصر عليك ومازال باش تنتصر عليك ونتعداو وراه في الاوف كي يبدا يحكي معاك في الاوف نورمالمون الكلام اللي باش يقولوا لك في الاوف يعاود يقولوا في الاوف ماني عارف في الاوف يقول لك يعاود قال لا يعاود قال وتدخل معنا ووضح هو التصريح نتاعه وحكي معاه حتى صديقنا ذاك الواتي خذي اكبر من الحجم تو تجبد الموضوع قلت لك ما عادش نخليه يلعب مع حتى ذاك الواتي كلمه في التليفون وحكي معاه وكان متغش شويه حتى ذاك الواتي حكي معاه وتفضلت الامور وصافي تغشش تو ماكل الاربعه ويقزم النادي الافريقي انتصار النادي الافريقي بيتغشش ماكل الاربعه تحس تسحبها كلمة ماكل خسر أربعة نوع صحيح بيه سكر الموضوع هذا ما فيش اللي هو مدرب بارع
ومدرب ممتاز على المستوى التكتيكي وعنده مستقبل كبير. ربي يوفقه. الاولاد هاي نبدا يمكن نهار يرمي الفريق. يا جماعه ربي يوفقه. ليكيب هذيا معاش خويا ما عادش تحت